سعداء بحضرتك بعد فوز جميل جدا برضو الاهلي يعني بيحققه. نحن نتكلم في تفاصيل شويه الماتش ده وبعدين ممكن نروح للمنتخب، بس خليني اعرف كابتن همام برضو شاف المباراه ازاي، خصوصا بعض الناس كانت متخوفه شويه، مش فكره يعني من الفريق ولكن المنافس يعني مع كل احترامنا ليه، لكن فكره ان احنا حققنا فوز كبير قوي اخير مع الزمالك، ودايما او مش دايما العاده بتقول ان بعد هذا الفوز بيجي مباراه ما بنبقاش موفقين فيها، بس ده ما حصلش، حتى موسيماني اتكلم في ده بالظبط زي ما ذكرت نوال كريم كده. بعد مباراه القمه الاهلي والزمالك، وطبعا السكور العالي اللي ما حصلش في قمه الاهلي والزمالك 5-3، فده بياكد ان كانت مباراه قويه من الطرفين وبالاخص النادي الاهلي. طبعا المكسب الكبير ده مع قمه المنافس اكيد بعديها بيحصل نوع من الفرحه، نوع من النشوه، نوع من ال قله التركيز شويه بعد المباراه، وده بيقع فيها لعيبه النادي الاهلي وبيقع فيها النادي الاهلي بعد المباريات الكبيره. بس لكن فجوه كبيره كابتن ماهر يعني مثلا لو خدنا في الاعتبار، وده برضو تاكيدا للنقطه اللي هوندا سالت حضرتك عنها، بعد رباعيه الاسماعيلي شفنا هدف يتيم في البنك الاهلي، بعد خماسيه الزمالك شفنا هدف يتيم في المقاولين العرب، ففي فرق كبير بنلاحظه. وانت عارف يا كريم المباريات الكبيره بيبقى الجيم مفتوح فيها، وده اللي عايزه النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي بيحب الجيم المفتوح، المساحات المفتوحه. المساحات المفتوحه بتخلي فريق النادي الاهلي بيقدر ينتعش، يقدر يلعب بشكل مفتوح، يقدر يعمل الجمل اللي هو بيتمرن عليها، لكن الجيم المقفول بنلاقي صعوبه بشكل كبير جدا. فانت النهارده لو لاحظت يعني بحييكم طبعا على فكره ان المباريات الكبيره الاهلي بيبقى منتعش فيها بشكل كبير، والمباريات الاقل بيبقى الدنيا مقفوله، يبقى الاداء اقل بالظبط. يعني اربعه في مباراه الاسماعيلي طبعا معروف بالكره البرازيل مصر، الكره مفتوحه فيها التسليم والتسلم، الخطوط بتبقى مفتوحه، بيغامر على النادي الاهلي بشكل كبير جدا. لكن طبعا مستوى فريق الاسماعيلي بقاله يمكن اكتر من سنتين ثلاثه مع الاسف اللعيبه اللي موجوده او الاختيارات اللي موجوده مش بقيمه نادي الاسماعيلي، فاثرت معاه في الاربع مباريات الخساره اللي حصلت الاسماعيلي في بدايه هذا الموسم. الزمالك كان بردك بيغامر على النادي الاهلي في اول ربع ساعه تلت ساعه مفتوح خطوطه، النادي الاهلي قدر يستغل الثغره دي بشكل كبير جدا، ما احترمش النادي الاهلي، لكن النادي الاهلي قدر في التلت ساعه ان هو يتفوق بثلاث اهداف قتلت الجيم بشكل كبير. لما نروح للبنك بقى هتلاقي خالد جلال يعني مدرب ذكي حس بخطوره النادي الاهلي في المباراتين الاسماعيلي والزمالك، بدا يقفل الجيم على النادي الاهلي في 30 يارده في نص ملعبه، وقدر يراقب مفاتيح لعب النادي الاهلي اللي هم بيمثلوا خطوره بشكل كبير جدا. نجح بشكل كبير خالد في الجانب الدفاعي، لكن الجانب الهجومي ما كانش ليهم تواجد بشكل كبير. نفس الكلام بالنسبه لمباراه المقاولين، يمكن عماد النحاس على استحياء يعني عماد النحاس برضك عارف النادي الاهلي وطريقه لعبه وموسيماني بيحب يلعب ازاي، عماد قفل الجيم بشكل كبير، اعتمد على الكونتر اتاك اللي هو لويس الراجل الافريقي السريع ده، ان هو يقدر يعمل له كونتر اتاك او كوره طويله يقدر يوصل بيها لدفاعات النادي الاهلي. لكن هي دي المباريات، لكن نرجع للاداء اللي هو طبعا يعني يهم جمهور النادي الاهلي طبعا. النتيجه والاداء، انا شايف الاداء برضك لسه ما وصلناش للناس عايزاه. يعني مستر موسيماني بيتكلم ثلاث نقاط واللعيبه ادت اللي عليها، لكن حته الاداء برضك لسه احنا ما وصلناش للاداء اللي الناس مستنيه فريق الاهلي من خلاله. الفريق كله نجوم بالظبط، يعني عندنا سبعه في المنتخب، يعني ده عدد كبير جدا من اللعيبه.